ومن العلامات الصغرى للساعة ظهور المعازف والمغنين الذين تملح أسماؤهم ويقال فنانون، وهم في الحقيقة هم المغنون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد: سيكون في آخر الزمان خسف، يعني في الأرض، أناس يخسف بهم تحت الأرض، وقذف، تقذف عليهم الحجارة من السماء، ومسخ، يعني يمسخون قردة وخنازير. قالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني المغنيات. وعند البخاري يبين عليه الصلاة والسلام أن الأغاني تكون بمثابة الأشياء المباحة لدى كثير من الناس، بل كما سمعنا في هذه السنوات من أفتى وللأسف بإباحة الأغاني: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى قيام الساعة.